الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول إله الأولين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحج ركن عظيم، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعبد ربنا وكيف نحج بيته، ولم يعرف العلماء حديثاً أجمع لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صاحبه جابر رضي الله عنه، ولذلك أفرده العلماء بمزيد من الاهتمام وجعلوا له كتباً مستقلة في شرحه وبيانه، وقد وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً تفصيلياً لحظة بلحظة من خروجه من المدينة إلى فراغه من نسكه. قال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من المهمات، من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يرويه البخاري في صحيحه. وقال القاضي رحمه الله، وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً، وخرج فيه من الفقه 150 نوعاً، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. يعني كم يصير المجموع؟ 300. وقال الإمام أبو الحسين، هذه كنية من أصحاب الكتب الستة، أبو الحسين مسلم، أحسنت، في كتابه الجامع الصحيح مسلم بالحجاج القشيري النيسابوري، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال دخلنا على جابر بن عبد الله. إذن الحديث يرويه جابر، يرويه عن جابر جعفر بن محمد عن أبيه. من هو جعفر بن محمد؟ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، واعتبره الرافض الاثني عشرية الإمام السادس عندهم، لكنه إمام من أئمة أهل السنة، فقد انتحلوه زوراً وعدواناً وبهتاناً، وإلا فهو من أئمتنا وعلمائنا وأهل ديننا. قال عنه الذهبي رحمه الله، هو الإمام الصادق شيخ بني هاشم، أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي، يعني نسبة إلى علي رضي الله عنه، النبوي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه ينسب إليه أولاد البنت تحديدا، ولا ينسب إلى غيره أولاد بنت أبدا، فأولاد ابنتك لا ينسبون إليك، ليس كذلك؟ أولاد بنت النبي عليه الصلاة والسلام ينسبون إليه، ويقال آله وذريته. والمقصود بالنسبة ليس أن يقال الحسين بن محمد والحسن بن محمد، لا، هو الحسين بن علي والحسن بن علي ومحسن بن علي، محسن أخوهم، لكن ذريته وآله من جهة ابنته، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فيقول الذهبي رحمه الله، الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني
أحد الأعلام وكان من جلة علماء المدينة. وقال إسحاق بن راهوية: قلت للشافعي في مناظرة جرت: كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال: ثقة. طيب، يروي جعفر الحديث عن من؟ عن أبيه. من هو أبوه؟ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. بماذا يلقب؟ الباقر. وقد انتحله الرافضة بأنفسهم ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، وجعلوه الإمام الخامس عندهم، وهو من أئمتنا وعلماء ديننا وأهل ملتنا. قال عنه الذهبي رحمه الله: هو السيد الإمام الفاطمي المدني، ولد زين العابدين، كان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة، وكان أهلا للخلافة. إذن من جودة معدن الرجل ومن حسن صفاته ومما توفر فيه من المزايا أنه يصلح للخلافة. وشهر أبو جعفر بالباقر، يعني بقر العلم، أي شقه فعرف أصله وخفيه وداخله وخارجه. ولقد كان أبو جعفر الباقر إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله، كبير الشأن، نحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال. هذا من كلام الذهبي في السير. قال ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمر، فقال لي: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كان إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. طيب، قال من الذي قال الآن؟ أبو جعفر الباقر في السند، يعني تبع السند أبو جعفر الباقر. دخلنا على جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السليمي الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا. آخر واحد توفي من أصحاب بيعة العقبة الثانية جابر رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وروى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروها بطولها حسنا وجودة وصياغة مثله أحد، لا أحد رواها مثله، لا أحد رواها مثله. قال أبو جعفر الباقر: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي وذكر مداعبته له ومؤانسته له، وقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، يعني بعدما عمي جابر رضي الله عنه، وحضر وقت الصلاة فقام في مساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. إذن قوله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فيه أنه يستحب لمن أتاه زائرون أن يسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا، لكي ينزلهم منازلهم، كما جاء في الحديث عن عائشة
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وفي سنده كلام ومعناه صحيح تشهد له الأحاديث الصحيحة. وقوله فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فيه أن الإنسان يعرف بنفسه ويذكر اسمه واسم أبيه وجده. وقوله فأهوى بيده إلى رأسي الحديث، هذه الملاطفة والمؤانسة إكراماً لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبهم مرتين، مرة لإسلامهم وإيمانهم ومرة لقرابتهم. نحب المؤمن منهم مرتين، لإيمانه ولقرابته. قال وأنا يومئذ غلام شاب، وهذا سبب ثاني للترحيب والمؤانسة، أن الشباب والصغار يحتاجون إلى مزيد عناية في التعليم لجذبهم وتحبيبهم للعلم، وكي يألفوا أهل العلم ودروسهم وحلقهم وما يلقونه إليهم. وقوله فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، إذن كلمة مرحبا من السنة، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها مرحبا بالقوم، وقال لعلي مرحبا وأهلا. ولما خرج علي بعد الخطبة قال لهم، وقالوا له قال أنا خطبت ما أعطاني، خطبت بنته وفاطمة ما قال لي. قالوا ما قال لك؟ قال لي أهلا ومرحبا. قالوا أعطاك الأهل والمرحب، خلاص اعتبر الموضوع منتهي. إذن مرحبا هذه من السنة، كأن القائل لها يقول للضيف أو للزائر نزلت على الرحب والسعة، فما ضقنا بك ولا ضيقت علينا، مرحبا من الرحب. فسألته، يعني سألته عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حرص آل البيت على طلب العلم ولا يتكلون على النسب، يعني ما قالوا أنا جدي النبي عليه الصلاة والسلام ليش أطلب، لا، كون جده النبي عليه الصلاة والسلام هذا أدعى للطلب وأدعى للسؤال وأدعى للحرص على المعرفة للسنة النبوية، فإن النسب لا ينفع صاحبه بحد ذاته إذا لم يكن له عمل صالح وإيمان. وقوله عن جابر وهو أعمى، لأنه رضي الله عنه كان بصيرا في صغره ثم عمي بعدما كبر، بعدما كبر رضي الله عنه. وقوله وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة، نوع من الملاحف المنسوجة، وفي رواية ساجة وهي الطيلسان، ثوب ملفق أخضر اللون، هذا النساجة، ملتحفا بها يعني يلفها على جسده مخالفا بين طرفيه. وقوله كلما وضعها على منكبه، المنكب معروف مجتمع رأس العضد والكتف لأنه يعتمد عليه، وفي هذا ستر المنكبين في الصلاة، وهو سنة عند الجمهور واجب عند الحنابلة. وقوله ورداؤه إلى جنبه على المشجب، المشجب أعواد تعلق عليها الثياب. وفي الحديث وفي قصة جابر جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة، وقد فعل جابر رضي الله عنه ذلك عمدا حتى يتعلم منه الناس، ولذلك لما اعترض عليه معترض قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان صلى في ثوب واحد يستر العورة صحت الصلاة. وقد روى جابر رضي الله عنه بنفسه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب متوشحا به، يعني يلفه على جسده مخالفا بين طرفيه، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا أن القدوة
يستحب له أن يعمل تعمداً ما هو الأنفع للناس. وفيه دقة ملاحظة محمد بن جعفر لأنه تابع هيئة ثياب جابر رضي الله عنه. وقوله فصلى بنا فيه جواز إمامة الأعمى للبصراء، وهذا لا خلاف فيه يعني في الصحة، لكن اختلفوا في الأفضلية. ومن فوائده أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، رواه مسلم. قال أبو جعفر الباقر فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا جابر. وكانت العرب عندها حركات بالأصابع تبين الأعداد، لأنهم أمة أمية لا يكتبون، فلو قيل للواحد كم عمرك، لو عمره 73 يعطيك إياها بالحركات، حركات معينة، الواحد إلى التسعة والعشرة إلى العشرين وألفاظ العقود. فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حرص آل البيت على اتباع السنة وأن يتعلموا كيف كان يعمل جدهم. وفيه موالاة آل البيت للصحابة خلافاً لما عليه الرافضة قبحهم الله. فقال بيدي فعقد تسعاً، العقد باليد مشهور كما قلنا عند العرب، له هيئات تدل على الأعداد، فقد يقبض إصبعاً أو فقد يقبض أصبعاً أو أصبعين، ويرفع أصبعاً أو أصبعين. طبعاً لفظة أصبع 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 ثم بعد ذلك تثلث الهمزة، أصبع إصبع أصبع، ثم إن هذا العقد لكل رقم هيئة تدل عليه. وعقد التسع أن تضم رؤوس الأنامل الثلاث، الخنصر والبنصر والوسطى، بوسط راحة الكف اليمنى، وتضع رأس السبابة في أصل الإبهام، هذا رأس السبابة وهذا أصل الإبهام هنا. طيب، إذن هذا هيئة التسعة عند العرب. إذا أراد العربي أن يعطيك التسعة وضع الخنصر والبنصر والوسطى في بطن وراحة الكف اليمنى وليست اليسرى، فيها أعداد أخرى. ثم جعل رأس السبابة في أصل الإبهام، وفي قوله قال بيده جواز استخدام هذا، يعني لفظة القول قال للدلالة على الإشارة باليد. فقال جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة 9 سنوات لم يحج فيها. وأما قبل الهجرة فهل حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة أم لا؟ من يعرف حج قبل الهجرة؟ الجواب نعم، هل حج؟ نعم حج. فقد روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة. طبعا جبير كان مشركا، وذهابه لعرفة ما كان مقصودا، يعني ما هو ليس ذاهبا للحج
وقريش كانت تحج لكن كانوا يسمون أنفسهم الحمس، ما يتعدون مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، ويتركون عرفة ويقولون هذه البقية الناس ونحن أهل مكة ما نذهب إلى عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفة، ولذلك جبير وهو القرشي لما راح يبحث عن بعيره في عرفة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام فتعجب، فقلت إن هذا لمن الحمس فما شأنه هنا؟ ليش طلع عرفة؟ هذا من قريش، لأن قريشا ما كانوا يرتضون ما كانوا يرتضون لأنفسهم الذهاب إلى عرفة. وكان هذا في حج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وكان جبير يومئذ كافرا فتعجب من هذا الوقوف، وكانت قريش تقول عن أنفسها الحمس من لأنهم تحمسوا في دينهم وتشددوا بزعمهم، وإنهم لا يقفون في عرفات مع سائر الناس وحدهم مزدلفة. طيب، حج النبي عليه الصلاة والسلام عام 90، هل يؤخذ منه جواز تأخير الحج؟ بعضهم فهم هذا وأن الحج لا يجب على الفور، ولكن قال كثير من أهل العلم إن الحج واجب على الفور، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالغزو والجهاد وينتظر أن تفتح مكة وتطهر من الأوثان ليحج، فانتظاره كان اضطراريا لا اختياريا. والصواب أن فرض الحج كان في السنة 9، لأن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد نزلت هذه الآية عام الوفود، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج عام 9 لكثرة الوفود عليه تلك السنة، وتسمى بعام الوفود. ولا شك أن استقبال هؤلاء المسلمين الذين جاءوا ليتفقهوا في الدين بعد فتح مكة، جاءت العرب زرافات إلى المدينة يبايعون ويطلبون تعلم الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ الدين، فكان مشتغلا بتلقي وفود العرب. ثانيا، في السنة 9 أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج إلى مكة وقد تمحضت للمسلمين، فأذن في السنة 9 لما وجب الحج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. وبعث أبا بكر ونادى أن لا يحج بعد العام مشرك لأنه لا حاجة الآن لمراعاة المشركين وقد أذن لهم الله وهزمهم وفتح مكة. فإذن أراد أن تتمحض مكة للمسلمين ليذهبوا إلى الحج، وفعلا لما فرض الحج في العام 9 بعد ما انتهى استقبال الوفود وتمحضت مكة للمسلمين حج مباشرة. قال ابن قدامة رحمه الله: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجوز له تأخيره. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، والأمر على الفور، يقول ابن قدامة في المغني. قال جابر: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، معناه أشاع ذلك وأعلمهم به ليتأهبوا له ويتعلموا المناسك والأحكام بأن يشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة للقريب والبعيد. فإذا على الإمام أن يعلم الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها،
وأن كل ما يحتاج إلى إعداد مسبق ويأخذ وقتاً له فإنه يبكر بالإعلان عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على إخبار أكبر عدد من المسلمين لكي يكون التعليم مباشراً، لأن هذا أجدر بالرسوخ في الذهن من التعليم النظري أو الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على اتباع المسلمين له في كل الأمور، ولذلك قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم. قال جابر: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا من كل أنحاء الجزيرة إلى المدينة التماساً لبركة الصحبة، وكثير من الصحابة ما صاروا صحابة إلا بهذا القدوم. هذا القدوم، هذا الحج، من بركة الحج معه أن أناساً ما كانوا صحابة صاروا صحابة لأنهم جاءوا ورأوه والتقوا به. والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً ومات على ذلك. لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير وعدد هائل، وقدم كثيرون المدينة ليكونوا معه من أول الرحلة، والتقى بعضهم معه في الطريق والتقى به بعضهم في مكة. وهؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة جاءوا وقد تأهبوا للخروج معه. قال جابر: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في يوم السبت الموافق 25 من ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، كما قال ابن القيم في الزاد. وفي حديث جابر عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة. قال في الزاد: وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه معه كلهن. لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات في ذي الحليفة يوما كاملا إلى ما بعد ظهر اليوم التالي؟ طيب، ليلحق به الناس، ما هذا سبب؟ ولكن قد أوحي إليه أن يصلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، لأن هذا المكان ذي الحليفة في واد عند الله له مقام ومنزلة. فجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر، لأن الأمر إنما جاءه من الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح، فلم يبق إلا صلاة الظهر، فأمر أن يصليها هنالك وأن يوقع الإحرام بعدها، انتهى. ذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة ستة أميال، وهي ميقات أهل المدينة، وتسمى أيضاً الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بها حين يعتمر وحين حج حجة الوداع، وقد اعتمر منها مرتين،
عمرة الحديبية وعمرة القضية القضاء كما قال عمرة القضية كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. وتسمية ذي الحليفة بأبيار علي هذه تسمية عامية، لأن بعض العامة كانوا يعتقدون أن عليا قاتل الجن في بئر هناك وسموها أبيار علي، وهذا غير صحيح، وإنما اسمها الشرعي ذو الحليفة. حصلت أحداث عجيب أن تجتمع في ذلك المكان، قدر الله أن تقع أمور، فمنها قال جابر: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، قدر الله أن تقع حادثة نفاس هناك، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. كان المسلمون لا يقع لهم شيء ولا يعن لهم أمر إلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا ما يجب علينا أن نتعلمه منهم، أن نسأل عما يقع لنا ولا نؤخر السؤال. وبعض الناس يعمل ثم يسأل، فما الفائدة وقد انقضى الأمر؟ فاتك أشياء. السؤال قبل العمل، قبل الإقدام. والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قدر العليم سبحانه وتعالى الحكيم الخبير أن تقع أمور لكي يكون في بيانها التشريع للناس والجواب، فقدر أن يسوق قوم الهدي وأن قوما لا يسوقونه، وقدر أن تحيض عائشة رضي الله عنها، وقدر أن تلد أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأحداث لتعرف الأمة ماذا تفعل. أمر النبي عليه الصلاة والسلام النفساء بثلاثة أشياء: أولاً اغتسلي. طيب، قد يقول قائل: وما فائدة الاغتسال وهي نفساء والدم ينزل عليها؟ هل الغسل سيرفع الحدث؟ لا، فإذا غسل النفساء غسل استحباب، هي نفساء لن تصلي، لكن غسلها غسل استحباب. قوله: واستثفري بثوب، شد الثوب على مكان الدم لمنع الجريان، هذا هو الاستثفار. قال: وأحرمي. إذن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، لا يؤثر الحيض ولا النفاس على صحة الإحرام، ويمكن للحائض والنفساء أن تحرم بلا حرج، بلا أدنى حرج. الإحرام عبادة تصح من الحائض والنفساء، عقد القلب على الدخول في النسك، وهذا مجمع عليه صحة إحرام النفساء كما قال النووي رحمه الله. قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، قول جابر يعني ركعتين، هذه الصلاة هي صلاة الظهر، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فإذا وافق الحاج صلاة فريضة أحرم بعدها. ولا يحتاج إلى صلاة أخرى،
فلو قال الحاج أنا صليت في مسجد الميقات الآن صلاة فريضة، أصلي ركعتي إحرام؟ نقول لا حاجة، هذه السنة قد ثبتت بأن الإحرام وقع بعد صلاة الفريضة. وقد تكلم العلماء في مسألة ركعتي الإحرام، هل هما مشروعتان أصلاً؟ وقال كثير منهم بأنه يشرع للمحرم صلاة ركعتين نافلة، ولكن الراجح والتحقيق أنه ليس هناك صلاة خاصة للإحرام إلا في ذي الحليفة، يعني أي ميقات آخر، أي ميقات آخر ليس من السنة صلاة ركعتي إحرام عنده إلا ذي الحليفة، لأن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق، صلي في هذا الوادي المبارك. طيب، فإذا قال وصلت إلى ميقات ماذا أفعل؟ نقول اغتسل وأحرم. إن حصل لك أن تحرم بعد فريضة الحمد لله، إن حصل لك أن تدخل المسجد وتصلي ركعتي تحية المسجد وتحرم بعده الحمد لله. صليت كان وقت الضحى، صليت صلاة الضحى وأحرمت بعدها الحمد لله. إذن التحقيق أنه ليس هناك ركعتين خاصتين للإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة الظهر. قوله ثم ركب القصواء، القصواء والجدعاء والعضباء أسماء نوق النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها أسماء واحدة، وقيل إنها أسماء لشيء واحد، كلها أسماء لناقة النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى القصواء في اللغة؟ التي قطع طرف أذنها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تسمية الأشياء، يسمي الأشياء. يقول ابن القيم في الزاد: فمن ذلك أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكانت له فرس أدهم يسمى السكباء، وكان له سرج يسمى الداجة، وكانت له بغلة شهباء تسمى دلدل، وكان له حمار يسمى يعفور، وكانت له عنزة تسمى القمرة، وكانت له ركوة تسمى الصادرة، وكان له مقراض يسمى الجامع. بعض هذه الأسماء ثبتت في الأحاديث. قول جابر رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، والبيداء الأرض القفر التي لا عمران فيها، قال: نظرت إلى مد بصري، نظرت إلى مد بصري. فيه توكيد إلى أنه كان بصيرا رضي الله عنه وقت الحج هذا. بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. فنظر جابر في الاتجاهات الأربعة فرأى عددا من البشر لم ير مثلهم قط. والعجيب أيها الإخوة أنه قد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحو من 120,000، 124,000، وبعضهم هذه مع اختلاف التقديرات، بعضهم قال 100,000، هذا مع اختلاف الحاذرين واختلاف التقديرات وإلغاء الكسور. ولم يجتمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين جمع مثل هذا. مع هذا الجمع الكثير، لكن لم ينقل حجته بتمامها إلا قلة، وأوفى واحد فيهم في نقل الحج
جابر رضي الله عنه، ولذلك صار حديث جابر عمدة في الباب. لا يمكن أن يذكر الحج في كتب العلماء إلا ويذكر معه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وقد جمع في هذا الحديث ما لم يجمعه غيره. وقوله في الحديث بين يديه من راكب وماش فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهذا مجمع عليه. طيب ما هو الدليل من القرآن على الحج ماشيا؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر ركبان. واختلف العلماء أيهما أفضل، الحج راكبا أم الحج ماشيا، والجمهور على أن الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيسر على الحاج وأبلغ في النفقة. لكن بعضهم يرى الحج ماشيا، وحج ماشيا من العلماء والسلف كثيرون. قال جابر وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فيه بيان أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النسك إنما هو وحي من الله، فالله يوحي إليه وهو يعمل أمام الناس ويأخذ عنه مناسكهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولم يأمرنا الله باتباع أحد من الناس إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك قال جابر وما عمل به من شيء عملنا به، هذا من فقه الصحابة. أما الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويقولون الأحاديث دخلها ما دخلها وما ندري ما الصحيح من غيره، ما علينا منها، علينا من القرآن، هؤلاء أفاكون كذابون ضلال، بل هم على التحقيق كفار، لأنهم كذبوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وجحدوا. ولو كانوا يؤمنون بالقرآن حقا فإن في القرآن لو رجعوا إليه وما آتاكم الرسول فخذوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذه سنته القولية والفعلية قائمة، والسنة شرح القرآن. ومن حفظ الله للقرآن أنه قيض من يحفظ السنة التي هي بيان القرآن وتفسيره. قال جابر فأهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الإهلال رفع الصوت، فكل رافع لصوته فهو مهل، كما قال ابن سلام في غريب الحديث وغيره. وسمي الهلال هلالاً لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه إذا رأوه، هذا هذا طلع الهلال. وأهل بالحج واستهل، يعني رفع صوته بالتلبية، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالإحرام، ورفع الصوت بالتلبية سنة، ورفع الصحابة أصواتهم بذلك حتى بحت أصواتهم، وأمرهم أن يرفعوا، فهذا شعار الحج. ولا شك أن فضله عظيم، فما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر وحجر، وشهد له يوم القيامة. لكن متى حصلت التلبية ومتى حصل الإحرام؟ قال النووي في استحباب الإحرام عند استواء الراحلة، لا قبله ولا بعده. على هذا لو صليت أنت مثلاً فريضة في مسجد الميقات أو تحية المسجد،
صلاة الضحى حسب الوقت الذي وصلت فيه. فإذا أردت أن تعمل بشرح أهل العلم هذا للحديث فلا تحرم إلا إذا ركبت في السيارة بعد ما تنتهي من الصلاة، وتركب السيارة وقبل أن تركب السيارة وتمشي تحرم أول ما تسير. الآن العلماء اختلفوا متى أحرم، بعضهم قال بعد صلاته مباشرة، وبعضهم قال لما ركب على الراحلة، وبعضهم قال لما سارت الراحلة. النووي قال فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده. الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، والحديث رواه البخاري. وعن أنس فلما ركب راحلته واستوت به أهل، رواه البخاري أيضا. ابن كثير جمع الطرق وساقها وقال في احتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته، يعني جمعا بين الروايات، ويكون رواية ركوب الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى. وقال ابن كثير هذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه عليه السلام أحرم بعد الصلاة وبعدما ركب راحلته وابتدأت به السيرة. على أي حال الأمر واسع، سواء أحرم بعد الصلاة في المسجد ولا عند الراحلة ولا إذا لما استوى عليها ولا لما انطلقت، الأمر واسع. وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا الحج بالعمرة، كما جاء في البخاري عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة، هذا القران. الإفراد حجة فقط، التمتع متمتعا بها إلى الحج. وقد استفاض ابن القيم رحمه الله في الاستدلال لكون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قال وإنما قلنا أنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. زاد المعاد قوله فأهل بالتوحيد، إذن التلبية كلمة توحيد وفيها لبيك لا شريك لك، وفي هذا رد على المشركين وتعريض بالمشركين الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، وهذا كلام يناقض آخره أوله وأوله وآخره. فالتلبية إعلان للتوحيد ونبذ للشرك، لبيك لا شريك لك، فكان المشركون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وجرد التوحيد وأخلص في الدعاء والدعوة فأهل بالتوحيد. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك مأخوذة من الفعل ماذا؟ الفعل لب، باء مشددة مفتوحة، لب، ومعناها في اللغة اللزوم والثبات. فيقال لب بالمكان، ألب بالمكان، أقام به واستقر فيه. طيب بناء على هذا كان الأصل أن يقال لبا لك، لبا لك، فجاءت على صيغة إيش؟ ها، تثنية، لبيك. الفعل لب، لب،
على الأصل لو جرينا على الأصل كان قلنا لبا لك، ولكن قال لبيك بصيغة التثنية لبيك. لماذا؟ ليفيد معنى التكرار، فكأنه يقول إلبابا لك بعد إلباب، ولزوما لطاعتك بعد لزوم، وإقامة على دينك بعد إقامة، وإجابة لدعوتك بعد إجابة. فهذا سبب التثنية في قوله لبيك لبيك. ها أنا ذا عبدك قد أجبتك إجابة بعد إجابة، وخضعت لك خضوعا بعد خضوع، ولزمت طاعاتك لزوما بعد لزوم، وأجبت أمرك لا أستثني من ذلك شيئا، وأنا مقيم على دينك وعلى طاعتك. فهذا معنى لبيك اللهم لبيك. وهذا شعار الحج، قوله اللهم معناها يا الله، والميم المشددة في آخرها عوضا عن ياء النداء، ولا يجمع بينهما، فلا يقال يا اللهم لئلا يجمع بين البدل والمبدل. لبيك اللهم يعني لبيك يا الله، وفيها إعلان العبد أنه مقيم على الطاعة، ملازم للطاعة، مجيب لدعوة ربه. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك دائما على كل حال، والملك يعني لك أيضا. ويستحب أن يقف وقفة لطيفة عند قوله والملك كما قال النووي، ثم يقول لا شريك لك. إذن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في وقفة لطيفة، في وقفة لطيفة بعد لفظة الملك لا شريك لك. متى يبدأ بالتلبية؟ إذا استوى على راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فكان للصحابة تلبيات: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، كما جاء عن عبد الله بن عمر. وسعديك من السعد، يعني السعادة بطاعة أمرك، سعادة بطاعة أمرك بعد سعادة، نحن سعداء بطاعة أمرك، هذا معنى لبيك وسعديك. وللتلبية صيغ متعددة، والمذكور أولا أشهرها وأثبت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تعبير الصحابة عن سعادتهم وشوقهم والتزامهم ودوامهم وثباتهم وإجابتهم لربهم بهذه التلبية يدل على إيمانهم، هذا الإيمان الذي تغلب على وعثاء السفر ومشقته، والذي بدد كل تعب ابتغاء مرضات الله تعالى. والرغباء إليك والعمل، الرجاء والطلب والمسألة، والعمل لك أيضا لا لغيرك. وجاء في بعض التلبيات لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق. لم يعب النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من الصحابة في تلبياتهم الصحيحة في المعنى شيئا. ويروى عن أنس: لبيك حقا تعبدا ورقا. قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. وفي ذلك جواز الزيادة على التلبية من المعاني الصحيحة، وإلا فالأصل أن الأذكار لا يزاد عليها،
لكن لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عما زاده أصحابه علمنا جواز الزيادة من المعاني الصحيحة. ويبقى الأفضل بلا ريب ولا شك الالتزام بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، هذه عبارة جابر، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ومعنى ذلك أنه كررها. ولذلك قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي. قال ابن قدامة ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره. لماذا قلنا لا تكره؟ لأنه سكت وأقر. لماذا قلنا لا تستحب؟ لأنه التزم تلبية نفسه فهي المستحبة. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالخروج الذي أخبرهم به القصد والهدف والغاية الحج لا غير، فكانوا يقصدون الحجة، هذا ما دعاهم إليه. ولم تكن العرب في الجاهلية تعرف العمرة في أشهر الحج، بل كانوا يعدون ذلك من المنكرات العظيمة يستنكرونه. قال جابر حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا أتينا البيت معه أي الكعبة المشرفة، وفيه بيان أن السنة للحاج دخول مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم. والناس الآن يسألون نريد الحجة المختصرة، الدنيا زحام، هل طواف القدوم واجب؟ هل يمكن أن نذهب إلى عرفة مباشرة؟ الجواب من جهة الجواز نعم يجوز أن تذهبوا إلى عرفة مباشرة، لكن إذا أردتم اتباع السنة فإن السنة مكة قبل عرفة كما دل عليه حديث جابر، مكة قبل عرفة لأجل طواف القدوم. حتى إذا أتينا البيت معه، البيت الكعبة، فإذن السنة مكة قبل عرفة لطواف القدوم. قال استلم الركن أي الذي يحوي الحجر الأسود فمسحه بيده وهو سنة في كل طواف، فرمل ثلاثا، والرمل مقاربة الخطى مع الإسراع في المشي، ثلاثة أشواط إذا تمكن، لأنه مع الزحام الشديد لا يتمكن. وكان لهذا سبب، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إيش؟ الإبقاء عليهم. رواه البخاري. وعمر رضي الله عنه قال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال عمر مستدركا على نفسه شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. رواه البخاري. إذن نعم كان المشركون حانقين في ذلك الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يرجون أن حمى يثرب قد أنهكتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية النباهة لما يرجوه الكفار. ولكن هيهات هيهات، فتصرف تصرف الأقوياء مع أصحابه حتى لا يطمع المشركين في شيء. والعمل قد يشرع لعلة ما ثم تزول العلة ويبقى العمل كما هو مع زوال العلة، هذا ما دل عليه كلام الفاروق
رضي الله عنه. فمع زوال علة مراقبة الكفار للمسلمين بقي الحكم كما هو. وفي الحديث أن الرمل يكون في طواف القدوم، وقد ذكر العلماء لا يشرع الرمل إلا في طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن. وقد روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، هذا طواف الإفاضة ما فيه رمل. والاطباع والرمل متلازمان، فحيث شرع الرمل شرع الاطباع، وحيث لم يشرع الرمل لم يشرع الاطباع. فالاطباع ملازم للرمل، ويفترق الرمل والاطباع في شيء واحد، ما هو؟ طبعا غير الهيئة. شو الفرق؟ يفارق الرمل الاطباع في شيء واحد. الرمل في ثلاثة أشواط والاطباع في كل الأشواط، صح؟ جزاك الله أحسنت. وهذه السنة خاصة بالرجال دون النساء كما قال ابن قدامة رحمه الله: وطواف النساء وسعيهن مشي كله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الطباع. والطباع طبعا إظهار الجلد، ويدل على الجلد والقوة، وهذا غير مقصود في حق النساء طبعا، لأن النساء مخاطبات بالستر، والسرعة تعرضهن للانكشاف أيضا. وقوله ومشى أربعا يدل على أن الرمل فقط في الثلاثة أشواط الأولى. قال جابر: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال جعفر بن محمد: فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وفي هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين، وهاتان سنتان، وهاتان الركعتان سنة مؤكدة ليست بواجبتين عند جمهور أهل العلم. والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي المسجد. قال النووي: وإلا ففي مكة وسائر الحرم، بل إنه أبعد، فقال: ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز، وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا. قال ابن قدامة: وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما جاز، فإن عمر ركعهما بذي طوى. طبعا السنة خلف المقام، خلف المقام هذه ممتدة، بمعنى خلف المقام في الصحن، خلف المقام في الرواق، خلف المقام داخل البناء المظلل إلى نهاية المسجد. الآن هو يقول حتى في مكة، يعني لو تذكرهما بعد صلاهما. يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل والله أحد. طيب بالنسبة للطوافات، لو الواحد أراد أن يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم سبعا في طواف النافلة غير الحج والعمرة، فهل يمكن أن يؤجل الركعتين ويصلي بعد ذلك ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين بحسب عدد الأسابيع التي طافها؟ الأسابيع جمع أسبوع، والأسبوع يطلق على الأشواط السبعة. أسبوع يقال طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط. الجواب قد ورد عن بعض السلف هذا ولا بأس به، فلو نشط
لسبع وراء سبع وراء سبع وراء سبع، ثم بعد ذلك صلى ركعتين وراء ركعتين وراء ركعتين وراء ركعتين، لكل أسبوع ركعتان، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. قال جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. إذن بعد الطواف وغطى كتفه انتهى الاطباع، ثم صلى ركعتين ويتأكد التغطية في الصلاة، لأن الصلاة فيها تغطية المنكبين، ثم قال رجع إلى الركن فاستلمه، إلى الحجر الأسود. فإذا يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاة خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه، ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى، يخرج من باب الصفا ليسعى. هذا الاستلام سنة وليس بواجب، وإذا تركه لا يلزمه شيء، لكن من السنن المهجورة، فكثير من الناس لا يعرفون أن لا يعرفون أن من السنة استلام الحجر بعد الركعتين، إذا تمكن يستلم وإلا يمضي إلى الصفا. قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ من بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت. الآن من بعد الزوايا الصعبة يمكن أن ترى البيت. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. خرج من الباب إلى الصفا، الصفا الحجارة الصلبة. لما دنا من الصفا اقترب قرأ الآية، هذا ذكر مشروع. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. الله قال: إن الصفا والمروة، هذا الترتيب الذي ذكره الله له معنى، نبدأ بدأ الله به، بدأ بالصفا فرقي عليه، معنى ذلك أنه صعد الصفا وارتفع عليه، وهو سنة ليس بواجب، فلو تركه صح سعيه، والواجب قطع المسافة بين الجبلين، وقد ذهب اليوم أكثر الصفا والمروة، لم يكد يبقى منه شيء. لكن طبعا في المروة لم يكد يبقى منه شيء، لكن يشترط أن لا يترك شيئا من المسافة بين الصفا والمروة. وقوله حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فإذا يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه، وأن يقف على الصفا مستقبل الكعبة يذكر الله ويدعو. ما هو الذكر؟ فوحد الله وكبره، نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ونطق بالتكبير الله أكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه طبعا هذا سجع جميل، مثل ما قال: لا أدري بأيهما أفرح، فتح خيبر إيش؟ بأيهما أسر، ها؟ بفتح خيبر أو بقدوم جعفر أو بقتل معمر. طيب كلها سارة الحمد لله. وهزم الأحزاب وحده، أي هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهة الآدميين. والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة
وقيل سنة 5. طيب، إذن يذكر نعمة الله عليه بعد سنوات من حدوث النعمة، أليس كذلك؟ هزم الأحزاب، وهزوم الأحزاب مر عليه سنين. ثم دعا بين ذلك، يعني بين الذكر دعا، فالذكر قاله كم مرة؟ 3. فيكون الدعاء كم مرة حصل؟ 2. لأنك إذا أردت أن تطبق بين ذلك الدعاء بين الأذكار، فكم مرة ستدعو؟ إذا كانت الأذكار 3 مرات، ثم جاء عندك عبارة دعا بين ذلك، الأذكار 3 مرات، إذا أردت أن تطبق دعا بين ذلك فيكون الدعاء 2. فإذا ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم يكمل طريقه إلى المروة. وما أجمل تذكر موقف هاجر رحمها الله لما صعدت على الصفا تلتمس الماء لولدها وهي متجردة لله، لا تطلب إلا ربها ويقينها به. قال جابر: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. طبعاً الآن الوادي اختفى تماماً، عمليات التسوية والتبليط اختفى الوادي تماماً. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. المروة الحجارة اللينة، الصفا أصلب، المروة ألين. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني نزل من على الجبل وأصبح في السهل بين الجبلين، وكل سهل بين جبلين يسمى واديا. ومعنى سعى يعني أسرع في المشي، وكان في ذلك إشارة إلى ما فعلته هاجر لما كانت تشتد تبحث لولدها عن الماء. قال: حتى إذا صعدتا، يعني قدماه الشريفتان، مشى صعدتا أول جبل المروة توقف عن السرعة ومشى مشيه المعتاد. وفي هذا استحباب السعي الشديد في بطن الوادي والمشي قبله وبعده. يجوز المشي كل المسافة ويجوز العدو كل المسافة، وقلنا النساء ليس عليهن هذه الهرولة لأنها تعرض للانكشاف. والسنة أن يلتزم الرجل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من المشي حين مشى والسعي حين سعى، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. لما صعد المروة استقبل القبلة وذكر الله ودعا 3 مرات الذكر ومرتان الدعاء. قال جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2؟ لا. قال: بل لأبد أبد. فإذا دخلت العمرة في الحج 2؟ لا، بل لأبد أبد. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، هذا إذن بين الصفا والمروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وبعض الناس
يظن من الصفا إلى الصفا شوط، وهذه مشقة عظيمة. وبعض من قالها ند، وهذا طبعا نادر، يعني ما وقع لأحد من أهل العلم، لو كان حج ما قال به، ففيه إجهاد عظيم. فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة. هنا على المروى قال إن التمتع هو الأفضل، علمهم أن التمتع هو الأفضل. فتمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو تمتع بالعمرة مع الحج، لكن ما الذي منعه من ذلك؟ أنه ساق الهدي، ولو لم يسقه لتمتع كما أوضح هو. والتمتع عند بعض العلماء يشمل القران، فالتمتع جعلوه في شأنه صلى الله عليه وسلم هو القران، توفيقا بين الأحاديث. فمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع يقصد أنه قرن، وإلا فإن حجته ليست تمتعا على تعريف التمتع بأنه عمرة يتحلل منها ثم يحرم بالحج. قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وانتهوا الآن من السعي. قال: اللي ما معه هدي يتحلل ويعتبرها عمرة. وهذه من المسائل النادرة التي تعود فيها النية بأثر رجعي، لأنهم الآن ما خرجوا معه لا ينوون إلا الحج، خرجوا معه ينوون الحج فقط، وطافوا على أساس أنه حج، واعتمروا وسعوا على أساس أنه حج. الذي ساق الهدي واللي ما ساق الهدي كلهم أوحي إليه بعد انتهاء السعي بفضيلة التمتع، فأمر من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، فبالنية ينقلب الحج إلى عمرة، ويعتبر ما مضى من الطواف والسعي للعمرة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. هذه من الحالات النادرة التي تعود فيها النية الآن بأثر رجعي على ما مضى، ليعتبر شيء آخر غير الذي أحرم به، أحرموا بحج والآن يفسخوها إلى عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. وهذا فيه فضيلة التمتع على الإفراد والقران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو تمتع بالعمرة مع الحج، ولكن لم يمنعه من ذلك إلا سوق الهدي. ثم قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وفي هذا توكيد على أفضلية التمتع على الإفراد، ودليل على أنه يستحب لمن كان مفرداً أو قارناً لم يسق الهدي، أنه إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة يفردها ثم يهل بالحج. قال ابن القيم رحمه الله: ولله در الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب: وقد قال له يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى عمرة، تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأتركها لقولك؟ وأما فسخ العمرة إلى الحج، يعني العكس، فلا يجوز، فلا يجوز للمتمتع أن يغير نيته إلى إفراد، لأنه لما نوى العمرة
وجب عليه إتمامها، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فكيف ينوي العمرة ثم يقلبها إلى حج؟ من الذي يفعل ذلك؟ الذي يفعل ذلك المضطر. فالحائض إذا أحرمت بعمرة ثم جاء يوم الثامن ولم تطهر، هذه التي تدخل الحج على عمرتها وتصبح قارنة وتنتقل من التمتع إلى القران اضطرارا وليس اختيارا. فلو جاء المتمتع وقال زحمة أريد أن أقلب، نقول لا، ليس لك قلب التمتع إلى قران، لقد أحرمت بالعمرة والله يقول وأتم الحج والعمرة، فعليك أن تتم العمرة. وفي الحديث حديث جابر نعود إلى حديث جابر، فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فوعده سواري كسرى، فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني دخول العمرة في الحج وفضيلة التمتع هذه وفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي خاص بالحج هذه. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وكان هديه في التعليم استخدام الإشارة، فمرة يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ومرة يقول يقللها ويشير بيده، ومرة يشير بالسبابة، ومرة يفعل كما فعل في هذا الحديث ويشبك بين أصابعه، ومرة يخط لهم في الأرض خطوطاً عن الأجل والعمل، وهكذا مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في التوضيح. هذا أدعى في تثبيت المعلومة. وقال لما شبك دخلت العمرة في الحج، قال مرتين لا بل لأبد أبد، وهذا الجواب أعظم رد على من ادعى نسخة أو أنه خاص بالصحابة أو في ذلك أو في تلك السنة أو أنه لعارض، وتكرار الجواب مرتين من باب التوكيد. قال جابر وقدم علي من اليمن، في هذه الأثناء قدم علي من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، انتهت عمرتها، يعني فسخت إلى عمرة انتهت العمرة، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ أنت يا علي ماذا قلت لما نويت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. ما كان معه ولا يدري نوع النسك، فعقد نيته على ما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نيته، قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل، أنت مثلي قارن والهدي مشترك. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، فحل الناس كلهم وقصروا
إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. يؤخذ منه إنكار الرجل على زوجته أي نقص في الدين، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز. فقالت: إن أبي أمرني بهذا دفعا للتهمة عنها. إذن تقول ليس من شأني وأمري وليس عن رأيي وهواي، أبي أمرني بهذا. فكان علي يقول بالعراق بعد ذلك، لما صار علي بالعراق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات طويلة، لما كان يروي القصة يقول: أنا ذهبت محرشا على فاطمة مستفتيا فيما صنعت فيما ذكرت عنه. فإذا لا بد من الاستبيان. فمقصود علي رضي الله عنه محرشا يعني مغريا له في عتابها. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، وصدق في كلامه، قال: أنا أنكرت. كذلك الحديث فيه: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، وفيه اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر عليا على ما فعل وقال له: فإن معي الهدي فلا تحل. أقره على أنه صار الآن قارنا. حل الناس كلهم وقصروا، لماذا لم يحلقوا؟ لأنهم يريدون إبقاء الشعر إلى الحج، فكان التقصير هنا أحسن النسكين. فلو قال لك واحد: متى يكون التقصير أفضل من الحلق؟ فقل له: المتمتع إذا تحلل من عمرته يقصر إبقاء للشعر إلى الحج، لأن العهد قريب، لأن الحج قريب. وبقي الصحابة على الذين ساقوا الهدي، بقوا على إحرامهم. قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. هذا اليوم الثامن من ذي الحجة، كان الناس يتروون بالماء استعدادا ليوم عرفة، لأن عرفة يومئذ لم يكن بها ماء. في ذلك الوقت عرفة ما كان فيها ماء، فكان يوم الثامن يوم التروية يوم تعبئة للمياه، لأنهم سينقلونها إلى عرفة لأنهم يحتاجونها هناك، وسيحتاجونها في مزدلفة أيضا. فأهلوا بالحج يوم الثامن يوم التروية. من الذي أهل بالحج؟ الذي تحلل من العمرة، هذا الذي أهل بالحج. أما القارن فهو مهل أصلا بحج وعمرة، باق على إحرامه. وفيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية. وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية. لكن الآن الحملات تذهب بحجاجها حسب الحجوزات، فأحياناً يقولون: حجزكم يوم السابع، وليس لهم بمكة مكان، أماكن مكة مكلفة، فيأخذونهم إلى منى أحياناً يوم السابع وأحياناً يوم السادس. وبعض المشرفين على الحملات يمكثون في منى قبل التروية إعداداً للمخيمات، لا حرج في هذا. لكن السنة أن لا يأتي الحاج منى إلا يوم الثامن، من أراد اتباع السنة. قال جابر رضي الله عنه:
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، بها يعني أين؟ في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فإذا السنة للحاج أن يصلي بإحرامه 5 صلوات في منى: الظهر يوم 8، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبيت بمنى ليلة 9 من ذي الحجة. وهذا المبيت سنة. إذن مبيت ليلة 8 ليس في منى، مبيت ليلة 9 بمنى، هذا سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه ليس عليه شيء. وبعض الحملات تخشى من حدوث زحام وإغلاق طرقات، فيذهبون بالحجاج إلى عرفة من الليل، هذا جائز، ولكن السنة أن يبيت ليلة 9 في منى، ولا يخرج من منى إلا بعد طلوع، ما يتحرك منها إلا بعد طلوع الشمس. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر يعني تسبقه تضرب له بنمرة، فأرسل إلى نمرة من يضرب له قبة من شعر. فإذا السنة لمن أراد تطبيق السنة أن ينزل بنمرة قبل عرفة، ويتخذ ما يقيه من الشمس. ونمرة موضع قرب عرفة وليس من عرفة، والمسجد اليوم المبني في نمرة لما وسعوه صار جزءا منه في عرفة، فأكثر مسجد نمرة ليس في حدود عرفة، وجزء منه في حدود عرفة. ومعلوم أن بطن عرنة هذا الوادي الذي يفصل، فصار المسجد ممتدا على الوادي، داخلا جزء منه في حدود عرفة. وبعض الحجاج يمكثون في مسجد نمرة طيلة الوقت ويرجعون إلى مزدلفة ومنى ولم يقفوا بعرفة. فينبغي على من كان في المسجد أن ينبه هؤلاء إلى أن يتحركوا من مكانهم ليدخلوا حدود عرفة. وفي يعني داخل المسجد لوحات تبين أن هذا الجزء من المسجد من عرفة وهذا خارج عرفة. قال جابر: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. هو الآن يتحرك من أين؟ من منى إلى عرفة مرورا بمزدلفة، وقريش حديثو عهد بالشرك يظنون أنه لن يتعدى مزدلفة على عادة قومه الحمص الذين كانوا يقولون عن أنفسهم الحمص، وأنهم أهل الحرم ما يخرجون من الحرم. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها طلع من مزدلفة حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. فإذا قريش في اليوم 9 يأتون مزدلفة ويقفون يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، بقية العرب وبقية الحجاج يذهبون إلى عرفة. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف شرع ربه ويوافق
عادة قومه في الجاهلية؟ لا يمكن. والله تعالى قال له وللمؤمنين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة، إذن لابد أن يدخلوا عرفة. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما قال أفيضوا من حيث أفاضت قريش، أفيضوا من حيث أفاض الناس. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يعني قرب عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، فنزل بها يعني بالقبة المضروبة في نمرة. متى دخل النبي عليه الصلاة والسلام عرفة؟ السنة متى يدخل الحاج عرفة؟ بعد الزوال. فلو دخل قبل الزوال صح دخوله، لكن السنة أن ينزل بنمرة ثم يتحرك ويصلي الظهر والعصر ثم يتحرك إلى عرفة. فدخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر ليس هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن الحملات تقول الحجاج يضيعون مخيم الحملة في عرفة، فنحن سنذهب بهم إلى عرفة ونطمئن أنهم دخلوا المخيم، ولا يتهيأ لكثير من الناس العمل بالسنة والنزول في نمرة. اللهم إلا من كان في حملة رصيف الصالحين، هؤلاء يذهبون مشاة فينزلون بمنى ويجلسون إلى ويصلون الظهر العصر ثم يتحركون إلى عرفة ويذهبون إلى الجبل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقف أسفل الجبل إلى المغرب دعاء وذكر. يعني يكاد الآن مع وجود الزحام الشديد وبرامج الحملات والتقييدات وزحام الطرق، يعني لا يكاد يطبق السنة تماما إلا الماشي الراجل الراجل، وقليل من الراكبين من يستطيع أن يطبق السنة، لكن من وفقه الله لذلك فهنيئا له. قال جابر حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع الحديث. إذن متى تحرك من نمرة؟ لما زاغت الشمس ومالت عن كبد السماء، يعني دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له وهيئت. فأتى بطن الوادي وهو وادي عرنة وليست عرنة من أرض عرفة، فكأن الذي يريد أن يطبق السنة وهو في المسجد يكون في أوله في نمرة، وإذا جاء وقت الصلاة يتحرك إلى وسطه المبني فوق الوادي، وإذا انتهت الصلاتين المجموعتين ذهب إلى آخره في عرفة، وإذا طبعا أراد السنة يذهب إلى أسفل الجبل أسفل الجبل، لأن المسجد الآن مبني على مسافة ممتدة من نمرة إلى عرنة إلى عرفة، صح ولا لا؟ طيب حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وادي عرنة وليس من عرفة، فخطب الناس. ففيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة، وهو سنة باتفاق الجماهير. وبما أن هذه الخطبة ستكون في هذه الأعداد الهائلة من الناس من المسلمين، فينبغي أن تكون جامعة لأمهات المسائل العظيمة وما يحتاج إليه المسلمون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم، في هذه الخطبة، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن يبين شدة تحريمها ويضرب الأمثال ويلحق النظير بنظيره للتوضيح والتشديد، وجعل دماء دم المسلم وعرضه وماله أعظم حرمة من حرمة مكة البلد الحرام في اليوم الحرام في الشهر الحرام. ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فإذا الإسلام جاء بهدم الجاهلية والذهاب بأخلاقها المنحلة وقوانينها الجائرة وطقوسها الشركية وروابطها وعقائدها المنكوسة، كلها تحت قدمي. هذا إشارة إلى الإبطال والتحقير لأمر الجاهلية، تحت قدمي إبطال وتحقير. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ربيعة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان أكبر من العباس بسنتين. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة والطائف، وثبت معه يوم حنين. وأما ابن ربيعة الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فكان قد استرضع لهذا الولد في هذيل، فقتله بنو ليث ابن بكر في حرب كانت بينهم، كان يحبو أمام البيوت فرموه بحجر فرضخوا رأسه. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه بالذكر ليعلم أنه لا رخصة لأحد في هذا، وأن على الإمام أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يبين الأحكام وأن يبدأ في تنفيذها وتطبيقها بنفسه وأهل بيته، وأن هذا أدعى إلى قبول ذلك من الآخرين. ورحم الله عمر، كان إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء بدأ بأهله وتقدم إليهم بالوعظ والوعيد على خلافهم لأمره. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما روى جابر: ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هذا فيه تنبيه على إبطال المعاملات الجاهلية والربا منها. فإذن أي واحد من بني عبد المطلب أو العباس إذا أقرض واحد بالربا خلاص ملغي، ماله إلا رأس المال. أول ربا أضعه ربانا ربا العباس، فهو يقول: أبدأ بأهلي، أبدأ بتنفيذ الأحكام بأهلي، أول ربا أضعه ربا العباس، مالك إلا رأس مالك، مالك إلا رأس مالك. فإذا تنفيذ الأحكام، إبطال أحكام الجاهلية. بعض الناس يقولون: يعني الآن إذا ألغينا الربا يصير في لخبطة كبيرة. لا يا أخي، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الربا وما صار لخبطة كبيرة أبد، يوضع الربا كله وبالعكس فيه البركة والخير. أفلا ترون أن أوروبا وأمريكا اليوم أمرها إلى كارثة عظيمة بسبب الربا؟ يمحق الله الربا، وهذه سنة إلهية، هذا تهديد رباني، ولا بد أن يقع المحق، لأن الله قال يمحق الله، يعني يمحق يعني يمحق، فلا بد أن يأتيهم المحق. ولما قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا بد أن تظهر آثار الحرب عليهم، وحرب الله لهم ومحقه
انهيارات مالية وكوارث بلا شك، إفلاسات، تبخر أموال، تبخرت، انهيار بنوك، مصارف، شركات، بورصات، عملات، أنظمة. وهذا ما نراه اليوم، وهم يحاولون التأجيل ويحاولون الترقيع ويحاولون مدارات الأمور ومواربة الأمور، لكن الشق كبير، ما يمكن أن يرقع. ولذلك هي المسألة مسألة تأجيل، تأجيل إعلان الوفاة، تأجيل الانهيار فقط، ما فيهم لا يمكن. شوف، يمحق يعني يمحق، يمحق يعني يمحق، والحرب يعني حرب من الله، فأذن الحرب من الله، وكل من يشاركهم في هذا سيدخل معهم في العقوبة. ولذلك أول ما نضع من ربانا، قال أول ربا أضع ربانا ربا العبد، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. فإذا مسألة الثارات القبلية والدماء موضوعة، ومسألة الربا موضوع. في الدماء وفي الأموال بيّن الحرمة ونهى عن الحرام، بيّن الحرمة ونهى عن الحرام فيها، ثم التفت إلى جانب النساء، قال فاتقوا الله في النساء، استمراراً لهدم أسس الجاهلية التي كانت تهين المرأة وتحتقر المرأة، أوصى بالمرأة. كنا يقتلن أحياء وتؤد البنات، يحرمن من الميراث، يفعل بهن ويفعل حتى في العدة غاية الإهانة، وتورث المرأة فيما يورث من مال الزوج، خصهن بالوصية لضعفهن، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. هذا في مراعاة للنساء وتأمين وعدم إخافة لا تذعرها، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الكلمة قيل هي كلمة التوحيد، هي الإجاب والقبول عند العقد. وأمان الله ما هو؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. إذن يجب على المرأة أن تمتنع من إدخال أحد إلى بيت زوجها لا يرضاه الزوج، لا يجوز، لا رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير، لا من محارمها ولا من غيرهم، لأنه قال أحداً، وأحداً نكر في سياق النهي، لا يوطئنه نكرة تفيد العموم، في سياق النفي تفيد العموم. فالأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يأذن، ولا يجوز إدخال أحد بيت الزوج إذا كان الزوج لا يرغب في ذلك ولا يأذن. قال فإن فعلن ذلك حصل منهن المخالفة والنشوز، فاضربوهن ضربا غير مبرح، لأن المبرح الشديد حرام، لأن فيه إيذاء زائد وظلم. ولذلك قالوا لا يضرب في الوجه ولا المقاتل ولا يكسر ولا يخضر الجلد أو يزرق أو يحمر، إذن لا يؤثر في الجلد، ولا فضلا عن أن يجرح، فضلا عن أن يكسر. وهذا الضرب مفسر بالآية أنه المرحلة الثالثة بعد الوعظ والهجر. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف،
وهذا ثابت بالإجماع واجب على الزوج. بين واجبات على الزوجة وواجبات على الزوج. رزقهن وكسوتهن بالمعروف بحسب العرف. حسب العرف إذا قال إيش يجب علي أشتري لها ملابس، نقول بحسب العرف. طعام، أدوات زينة، حلي بالمعروف وبحسب حال الزوج يسرا وعسرا. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به كتاب الله. فحرص عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة أن يجمع أمهات المسائل وأخطرها وأعظمها، وبين وجوب التمسك بكتاب الله. قال وأنتم تسألون عني، يعني يوم القيامة وفي القبر، لأن الله قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، نحن الذين أرسل إلينا سنسأل عنه في القبر، من نبيك؟ ويوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أمرك نبيك يا أيها المرسل إليه أنت بكذا وكذا، فماذا فعلت فيما أمرك؟ أمرك بأوامر كثيرة، ماذا فعلت؟ قال فما أنتم قائلون عني، وماذا ستشهدون أمام الله لي؟ والله يعلم الحقائق، ولكنه يريد أن يظهر مكانة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في ذلك الموقف الرهيب واليوم العصيب سيشهد بعضنا لبعض، ويكون هنالك شهادة من الأمة لنبيها. ستحاسب الأمة وستشهد لنبيها. قال الصحابة لما سألهم في الحج نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وهذا في تعظيم لأمانة الرسالة. وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أكدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشهادة، مثل حديث أبي ذر لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر في السماء يقلب جناحيه إلا وقد أوجدنا فيه علما. رواه أحمد وحديث صحيح. وفي حديث أبي الدرداء تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وهذا من أدلة علو الله على خلقه وأنه مستوٍ على عرشه. قال وينكتها إلى الناس، يعني يشير بها إلى الحاضرين أمامه. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. وهذا التكرار من دواعي التثبيت والاهتمام والتأكيد. وما أحد أعظم وفاء للأمانة من محمد صلى الله عليه وسلم. قال جابر ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. إذن الخطبة قبل الصلاتين. فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. إذن بأذان واحد وإقامتين صلى قصرا وجمعا. والذي يجمع بين الصلاتين يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة ولا يفرق بينهما، هذا الأفضل والسنة. وقد اختلف العلماء في سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في عرفة وفي مزدلفة، فقيل السبب هو السفر، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. فلذلك قالوا هذا الجمع للمسافر، فمن لم يكن مسافرا فلا يجمع. وقيل السبب هو النسك، نفس النسك هذا، وهو مذهب الحنفية
والقول هذا فيه نظر أيضا من جهة أنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم، من حين إذن صار محرما. طيب، إذا كان السفر، إذا قلنا الجمع للسفر فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى قبل عرفة ولا حين رجع منها. لو قلنا النسك، طيب ليش ما جمع من حين أحرم؟ قيل سبب الجمع المصلحة والحاجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر كما قصر للسفر، بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة. وكان جمع عرفة لأجل العبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه، وهو سيره إلى مزدلفة. قال بعض العلماء هذا أقرب، فجمع عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء. يعني الآن أمام دعاء طويل في أسفل الجبل عند الصخرات، من بعد الظهر والعصر، يعني في وقت الظهر إلى المغرب، إلى المغرب. فالناس يتفرقون في عرفة فيشق جمعهم، فجمع بهم قبل عرفة. أما في مزدلفة فهم أحوج للجمع، لأن الناس يدفعون من عرفة بعد الغروب، فلو قيل لهم صلوا المغرب أينما كنتم ثم صلوا العشاء لا تجمعوا لشق ذلك عليهم، سيصلون المغرب في الطريق ثم يصلون العشاء، يقفون في الطريق فيه مشقة عليهم. طيب، هذا الجمع خاص بالحجاج؟ إذا قال واحد، يعني إذا نظرنا إن الجمع للنسك فأهل مكة الحجاج سيدخلون فيه، وطبعا كذلك أهل جدة وكل، حتى لو الذي لا يذهب إلى مكة بغير سفر سيقصر أيضا. لو قلنا للنسك ولو قلنا للمصلحة أيضا له وجه، لكن يقال هذا خاص بالحجاج من أهل مكة، فلا يجوز لغير من الباعة أو العمال الذين لا يحرمون ولا يحجون، لا يجوز لهم القصر. طيب، أهل جدة الآن، هو قال نحن يقولون أهل جدة إذا ذهبنا إلى مكة، هل هذه مسافة سفر؟ لا، بعد امتداد البنيان من جدة وامتداد البنيان من مكة صارت المسافة بينهما، بين طرف البنيانين، ليست مسافة سفر. فأهل جدة إذا ذهبوا الحج يقصرون ويجمعون أم لا؟ يجمعون. طيب، ليسوا بمسافرين. الجمهور يقولون القصر للنسك، الجمهور يقولون القصر للسفر، والأحناف يقولون القصر للنسك، وشيخ الإسلام يقول الجمع لإيش؟ للمصلحة والحاجة. إذا نظرت إلى حال الناس عموماً، الحافلات أحياناً يجلسون فيها ساعات طويلة، فالحاجة واضحة في الجمع لهم، الحاجة واضحة في الجمع لهم. ولذلك يعني كلام شيخ الإسلام في الجمع للمصلحة والحاجة إن هي السبب منطبق في الزحام الشديد بالحقيقة، ويشمل أهل جدة وغيرهم، أهل بحرة، حتى لو كان من بينه وبين مكة ليس مسافة سفر. لكن الذي لم يحج، يعني ذهب للعمل، فلا يقصر إذا ما كانت المسافة مسافة سفر. فإذا صار عليه حرج جمع بغير قصر. طيب، قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف،
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، الصخرات المفترشات في أسفل الجبل، العامة يسمونه جبل الرحمة، ولم تثبت هذه التسمية، ما ثبتت. العلامة فوق الجبل هي علامة حادثة طبعاً، لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود منها أن يعلم الجبل هذا أنه هذا الذي وقف النبي عليه الصلاة والسلام عنده، لكن لا يصح أن تجعل هذه العلامة مزاراً أو مطافاً أو للتمسح أو للدعاء عندها، هذا مخالف للسنة الدعاء عندها، لأن الدعاء كان أسفل الجبل عند الصخرات أسفل الجبل، وليس صعود الجبل من السنة في شيء. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهذا الجبل في وسط عرفة، وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني مكان تجمع المشاة، واستقبل القبلة، فيقف عند الصخرات أسفل الجبل إذا تيسر له، وإلا عرف كلها موقف وكلها مكان للدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عند الصخرات أسفل الجبل، فمن تيسر له ذلك طيب، ومن لم يتيسر له يقترب إلى الجبل أكثر ما يمكنه، حرصاً على تطبيق السنة ما أمكن. طيب، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، يعني رافعاً يديه يدعو ويلبي، وذهبت الصفرة قليلاً، يقول جابر، فيه أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال الغروب. قال: حتى غاب القرص، تأكيداً على غروب الشمس. فلو أفاض قبل الغروب، لو أفاض قبل الغروب صح حجه، لكن يأثم. لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه ولا أحد من نسائه، لا بعذر، يعني لا المعذورة ولا الثقيلة ولا المريضة، ما خرج أحد من عرفة قبل المغرب. مزدلفة نقل تعجيل أصحاب الأعذار بعد نصف الليل أو بعد ثلثي الليل، لكن عرفة قبل المغرب ما خرج، بل وقف حتى اصفر، حتى غاب القرص تماما، تأكد الغروب ثم دفع. فإذا لا خروج قبل الغروب، من خرج قبل الغروب أثم وعليه الدم، إلا إذا رجع قبل الغروب. ومن حصل عرفات عموما في أي جزء من وقتها حصل الحج، ومن فاته فاته الحج، لما روى الترمذي عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. هذا إذن هذا الدليل على أن وقت الوقوف بعرفة ممتد إلى فجر يوم عشرة. وأن من لحق عرفة قبل فجر يوم عشرة أدرك الحج. قال جابر رضي الله عنه: وأردف أسامة خلفه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عند إفاضته من عرفات إلى مزدلفة
أركب وراءه على الدابة من؟ أسامة بن زيد، وكان ذلك تواضعا من النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة لأسامة وأبيه. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. ما معنى شنق؟ ضم وضيق ليخفف من سرعتها لئلا يؤذي الناس. قال: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب، وهو قطعة جلد يتورك عليها الراكب، تجعل في مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة. وفي هذا استحباب الرفق بالمشاة وأصحاب الدواب الضعيفة حتى لا تحطمهم الدواب القوية. فينبغي على أصحاب الحافلات الكبيرة والسيارات القوية الرفق بالناس، وليس إخافة الناس ولا إرعاب الناس، ولا السيارة الكبيرة ترعب الصغيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شنق الزمام لراحلته القصوى حتى لا يؤذي أحدا، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة وهي الرفق والطمأنينة. طيب، كلما أتى حبلا من الحبال وهو التل من الرمل أرخى لها قليلا الزمام، أرخى لها قليلا حتى تصعد، فإذا وجد فرجة أسرع دون إيذاء. قال: حتى أتى المزدلفة، سميت بذلك من التزلف والازدلاف لقربها من مكة، أو لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها وتقربوا منها، وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل. وتسمى مزدلفة أيضا جمعا لاجتماع الناس فيها، والمزدلفة كلها من الحرم. قال جابر: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. إذن السنة لمن دفع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويكون التأخير بنية الجمع، يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء، وهذا مجمع عليه. وما معنى لم يسبح بينهما شيئاً؟ يعني لم يصلي بينهما لا نفلاً ولا راتبة. طيب، لو واحد انحبس في عرفة وما طلعوا وخشي أن يأتي نصف الليل، يصلي المغرب والعشاء في عرفة. لو احتبس في الطريق وخاف أن يأتي نصف الليل وما صلى المغرب والعشاء، وهذا ينتهي وقت المغرب والعشاء، ينتهي وقت الصلاتين المجموعتين في نهاية وقت الثانية منهما، يعني نصف الليل نهاية وقت العشاء، فيصلون في الحافلة على حالهم. فيصلون في الحافلة على حالهم لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. هذا المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام نام نوما مريحا طويلا، يعني بعد ما جمع نام مباشرة إلى الفجر، لأن وراءه أو أمامه ماذا؟ نسك كثيرة وأعمال فيها مشقة، ولذلك نام نوما طويلا. فالسنة في مزدلفة النوم، نوم بعد المغرب والعشاء إلى الفجر. الوتر قال بعض العلماء إن السنة تركه لأنه لم ينقل أنه أوتر، وقال بعضهم لا يترك ولم يترك الوتر، وكون ما نقل لا يعني أنه ما صلى، فعدم النقل ليس نقلا للعدم. وطبعا هذا على إحرامه،
كان هذا واحد من الحجاج جاء إلى شيخ في منى بعد مزدلفة، قال: يا شيخ، أنا أتيت أهلي في مزدلفة، إيش علي؟ قال: أين؟ قال: في مزدلفة يا شيخ. قال: أين؟ قال: في مزدلفة، في مزدلفة. قال: أين؟ صار بدأ الناس ينتبهوا. قال: خلاص خلاص يا شيخ. قال: أين في مزدلفة؟ أنا لم أجد مكانا أبول فيه في مزدلفة. الشيخ عارف أنه في مزدلفة من السؤال، بس وسط الزحمة. قال جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفة، هذا نسك، وهذا المبيت قال بعض العلماء واجب، وقال بعضهم ركن، وقال بعضهم سنة، وأوسط الأمور أنه واجب. فلو ترك المبيت، بمعنى طلع من مزدلفة قبل نصف الليل، أثم وصح حجه عليه دم، لا يخرج قبل نصف الليل أبدا. وأهل الأعذار يخرجون بعد ثلثي الليل، حساب نصف الليل هو منتصف المسافة الزمانية من المغرب إلى الفجر، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء والأمكان. منتصف الليل هنا ليس مثل منتصف الليل في الشرق أو في مكان آخر إلى الغرب، هو منتصف المسافة الزمنية من المغرب إلى الفجر. فأحياناً يكون في بلد منتصف الليل 10:45 في مكان ثاني يصير منتصف الليل 11:40، وحتى في الصيف والشتاء مثلاً في الشرقية منتصف الليل ممكن يصير 11:15، وفي وقت آخر من السنة 11:15. كذلك في الغربية ممكن يكون منتصف الليل أحيانا 11:30، ممكن أحيانا يكون منتصف الليل 11:45 منتصف الليل، لأنك تأخذ وقت المغرب وقت الفجر وتقسم المسافة إلى بالنصف، تقسم المسافة الزمنية على اثنين، فينتج عندك وقت منتصف الليل. أما جعل منتصف الليل الساعة 12 ليلا فليس صحيح، لا شرعا ولا عقلا. شرعا عرفنا ليش، وعقلا، عقلا منتصف الليل هو نصف الليل، يعني متى أوله المغرب ومتى آخره الفجر، فالمنتصف يكون ما قبله وما بعده متساويين. وأنت إذا جيت إلى يعني وقت مثل الآن، ها، الساعة 6 المغرب والساعة 5 الفجر، صح؟ لو جعلت الساعة 12 ليلا هي نصف الليل، معناه صار عندك قبل نصف الليل 6 وبعده 5، فكيف هذه قسمة؟ هذه قسمة بالمنتصف، هذه لا. ولذلك ممكن يكون نصف الليل 11:30 مثلا. فإذا هو على حسب المكان وعلى حسب الوقت من السنة يحسب نصف الليل. هذا حسابه مهم للحاج، لأنه سيعرف ما يطلع من، يعني ما يأخر صلاة المغرب والعشاء بعد نصف الليل، ولا يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل، ولا يبدأ بالطواف والسعي أو الرمي أو النحر إلا بعد نصف الليل، ما يجوز قبل. ففي أشياء مهمة جدا في الحج تترتب على معرفة نصف الليل. قال جابر: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله سبحانه ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا
فدفع قبل أن تطلع الشمس. فلو واحد قال نحن نريد نطبق السنة نمنا في مزدلفة، طيب أتينا المشعر الحرام الذي عنده المسجد، ماذا نفعل؟ نصلي الفجر. طيب وبعد ذلك بعد صلاة الفجر نستقبل القبلة، وماذا نفعل؟ دعاء وتكبير وتهليل وتوحيد. فلم قال طيب واقفا ولا قاعدا؟ واقفا. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. طيب الآن واقفا، واقفا يعني على الراحلة ولا على قدميه؟ على الراحلة. يعني حديث جابر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. إذن وقوفه كان على راحلته. فقوله صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ماذا يكون هنا من جهة وقت الفجر؟ بكر أو أخر؟ عجل أو أخر؟ عجل. السنة تقديم صلاة الصبح في مزدلفة، ويتأكد التبكير فيها في هذا اليوم أكثر من سائر السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة، يعني وراه الآن أمامه ذهاب إلى رمي، وفي نحر وحلق وطواف وسعي، وظائف كثيرة، وفيه أنه يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة وكذلك غيرها من صلوات المسافر. فإذا لو كان مسافرا يؤذن ويقيم. قال جابر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، هذا الجبل في مزدلفة، مزدلفة كلها موقف، فاستقبل القبلة عند الذكر فدعا وكبر الله أكبر وهلل لا إله إلا الله ووحده. ما معنى وحده؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الفرق بين هلل ووحده. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، إذن قبل الشروق. قال جابر وأردف الفضل ابن عباس، كان أردف أسامة، الآن الفضل ابن عباس. وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرينه، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر من، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ليمنعه من النظر، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. من هو الفضل؟ ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الفضل بن عباس. كان رجلا جميلا، لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة مرت به ضعن، والضعينة هي المرأة في الهودج، يجرين يحركن الإبل للسير، فطفق الفضل ينظر إليهن يعني إلى النساء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. إذن هذا منعا للنظر وأمرا بغض البصر، إلزاما بغض البصر وإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه تلطف لأنه غطى وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. وفي هذا بيان خطر الفتنة،
وأنه حتى في الأجواء الإيمانية تحصل الفتنة بالنساء، وما أعظمها حتى في الحرم عند الكعبة، فالحجاج يفتنون نظراً لاجتماع الناس رجالاً ونساءً، ويجب غض البصر والأمر بغض البصر والقيام بذلك قولاً وفعلاً. غض البصر وتغطية وجه الناظر، وهذا يبين أن الاختلاط العارض هذا الذي لا بد منه لا بد أن يعالج. يعني الآن هذا اختلاط لا بد منه، ما تستطيع الآن أن تفصل 124,000 وهذه محرمها معها، معه زوجته وأخته وبنته، كل واحد معه محارمه، ما يمكن تفصل الرجال عن النساء هنا، لا يمكن. لكن هل ترك الناس يفعلون ما يشاءون؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام تدخل لمنع الفتنة الحاصلة من الاختلاط الطارئ الذي لا بد منه. أما الاختلاط المبرمج والمنهج فهو حرام، حرام حرام، ولا يمكن أن يستدل بالاختلاط في عرفة أو في الحرم على جواز الاختلاط في الجامعات والشركات. ليه؟ لأن هذا اختلاط عارض وهذا دائم، هذا عارض عرفة كم مرة تجي في السنة، والحج في العمر مرة يحجون، وهذا يومي في المدرسة والمعهد والكلية والشركة والمكتب، ثم هذا لا يمكن التحكم فيه، ملايين ما يمكن تفصلهم، وكل واحدة معها محرمها تضيع، لكن هؤلاء يمكن فصلهم. إذن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تحويل وجه الفضل ووضع يده على نظر ذاك الرجل وبصره، نعرف أنه لا بد عند الاختلاط من قيام الإجراءات الاحترازية المانعة من الفتنة، من الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والقيام بالأمر معروف والنهي عن المنكر واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشغله الذكر ولا الدعاء ولا التلبية ولا التهليل ولا التوحيد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع المنكرات والمحرمات ومعالجة الأوضاع. حول النبي عليه الصلاة والسلام يده من الشق الآخر على وجه الفضل إزالة المنكر باليد، وصرف وجهه من الشق الآخر. فلا شك أن هذا من الأعمال العظيمة في هذا اليوم، وقد جاء في مسند أحمد عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. حديث صحيح، وقد صححه المنذري والبوصيري وأحمد شاكر. قال جابر: حتى أتى بطن محسر، بطن محسر منطقة بين مزدلفة ومنى، ليست من مزدلفة ولا من منى، بطن محسر الذي هلك فيه أبرهة وجنوده أهلكهم الله، وعجل النبي عليه الصلاة والسلام هنا، عجل لأنه موضع عذاب، موضع نزل فيه عذاب، ومن عادة عليه الصلاة والسلام إذا مر بمواضع العذاب أن يستعجل يسرع بالسير. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. إذن السنة أن تسلك أقرب طريق من مزدلفة إلى الجمرة، فإذا قالوا أقرب طريق رقم 3 رقم 4 اللي يودي على الجمرة على طول اذهب معه، السنة أن تذهب مع أقصر طريق من مزدلفة إلى الجمرة. قال: التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. إذن قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً
الإسراع في هذا الموضع سنة لمن تيسر له ذلك. يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، فعلمنا إذن أن الذهاب إلى عرفات كان من طريق غير طريق الرجوع. فيذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق المأزمين ليخالف الطريق تفاؤلا بتغير الحال وليشهد له الطريقان عند الله بالجنة. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، هذه آثارهم تكتب. وقوله حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهذه جمرة العقبة، وفيها أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يرمي قبلها شيئا، ولا يفعل شيئا قبل رميها، يعني وهو الآن النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة ذهب إلى الجمرة مباشرة ورماها على الدابة قبل أن ينزل. فمن تهيأ له أن يذهب من مزدلفة إلى الجمرة مباشرة قبل المخيم، لو قال أروح المخيم نقول جائز، لكن الأفضل أن تذهب من مزدلفة إلى الجمرة مباشرة. رمى عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فقال فرماها بسبع حصيات، والتفريق بين الحصيات واجب، وإلا ما صارت سبع. ولذلك بعض الحجاج يحصل لهم عند الجمرات ابتكارات عجيبة وغريبة تؤدي بهم إلى مصيبة. طبعاً الآن في حراس على الجمرات، الجمرة الأولى والثانية الوسطى يوم 10، الحراس يمنعون الرمي لأن يوم 10 ما في رمي الجمرة الصغرى والكبرى والوسطى، ما في رمي الجمرة الصغرى والوسطى، الرمي للكبرى فقط. قبل هذا، قبل وضع الحراس، كان بعض الحجاج الجهلة يأتون يوم 10 ويرميهم كلهم، يقول هذا مثلا شيطان صغير، شيطان وسط، شيطان كبير، كله لازم. ومن العجيب من القصص اللي مرت علينا انه واحد اعجمي وواحد عربي، العربي عنده جهل جاء يرمي الجمرة الصغرى يوم 10، يبدا بالجمرة الصغرى والوسطى، والاعجمي يعرف السنة ويحاول في العربي يقول لا 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 يا شيخ بس، والعربي مصر، وكيف الاعجمي يشرح له؟ بعدين هذا الاعجمي قال شوف رفيق، هذا الشيطان مكتب سكر، بكرة بعد الظهر يفتح، يعني ما في رمي اليوم، ما في رمي اليوم للصغرى والوسطى. وبعضهم طبعا يأتي ويرمي السبع معا، هذا ما صارت سبعا صارت واحدة. ومن عجائب أيضا المسائل أن أحد الحجاج قال أنا ذهبت للرمي وقد وكلتني أمي، فوضعت 14 حصى في كفي وأخذت كل ثنتين مع بعض أقول اللهم عني وعن أمي وثنتين، اللهم عني وعن أمي وثنتين. فسألت عن هذا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقلت له هذه عنه أو عن أمه أو عنه وعن أمه ولا لا عنه ولا عن أمه، قال دعها حتى ننظر فيها. ثم كلمته في اليوم التالي فقال الأقرب أنها عنه فقط، ويعيد الرمي عن أمه. هذا جاي يرمي بنية مشتركة يقول عني وعن أمي. و يرمي طبعا من يحج عن نفسه أولا، لأن بعض الناس يقول طيب
بر الوالدين نقول حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يقتضي أن تبدأ بنفسك أنت يا الوكيل، ابدأ بنفسك ثم ارمي عن غيرك. طيب، قال جابر: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، والسنة للحاج أن يأتيها مباشرة ويرميها قبل نزوله، فرماها بسبع حصيات، وهذا دليل التفريق، يكبر مع كل حصاة، هذا دليل التفريق، يكبر مع كل حصاة منها بقوله الله أكبر. قال: مثل حصى الخذف، وهو مثل حبة الباقلة وبين الحمص والبندقة، ويجتنب الصغار جدا والكبار. من أين رمى النبي عليه الصلاة والسلام؟ من بطن الوادي، بحيث تكون منى وعرفات ومزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره. منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره. ورمي جمرة العقبة هذا واجب ومهم جدا، هذا الرمي لأن تتعلق به أحكام التحلل الأصغر على الراجح، إنه رمي جمرة العقبة وحده يكفي للتحلل الأصغر، فإذا أضاف إليه الحلق أو الطواف والسعي أفضل، لكن الرمي فقط كاف في التحلل الأصغر كما ثبت ذلك في السنة. طيب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى؟ قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي، وأشركه في هديه، يعني قال من أول، قال أنت قارن، أخبره أنه قارن وأن هديه مع هديه، هديك معي وهديك علي. قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر، أي بعد رمي الجمرات. المنحر موضع معين من منى، وحيثما ذبح يصح، والمهم أن يكون الذبح في منطقة الحرم لا خارج الحرم. فلو قال أذبح في جدة، أوكل في جدة من يذبح، نقول لا، لا بد أن يكون الذبح داخل الحرم، والسنة في منى. فنحر 63 بيده، ماذا يدل عليه؟ استحباب تكثير الهدي. فلو ذبح وأهدى عدد كان موسرا جيد، وكان هدي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، وفي استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي، فاستنابه، وفي هذا جواز الاستنابة واستحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق، وإن كان التأخير جائزا. ومن المسائل أيضا النادرة التي مرت معنا أن أحد المتعهدين اتصل على الشيخ بن باز رحمه الله يقول: نحن متعهدون بالذبح وقد أضرب العمال عندنا إلى آخر أيام التشريق. فنظر فيها الشيخ رحمه الله مدة ثم أمره أن يذبح ولو خرج الوقت، يعني الآن ما يعني وش انتظار العام القادم، والناس في هذا أصحاب الهدي الآن في هذه الحجة. فأمره الشيخ رحمه الله أن يذبحها، وآخر وقت الذبح طبعا غروب شمس يوم 13 على الراجح. وأشركه في هديه، قال جابر، يعني أشرك عليا معه في الهدي،
والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكان 63، وأمر عليا أن ينحر الباقي الذي أتى به من اليمن تمام 100. ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة، يعني قطعة من اللحم، فجعلت في قدر فطبخت قطع اللحم هذه، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فإذا يستحب للمهدي أن يأكل من هديه وأن يشرب من مرقه. قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة، وفي الأكل من كل واحدة من 100 منفردة كلفة، جعلت في قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر. طيب، هل هذه حيلة؟ نعم، لكنها مشروعة، حيلة في تطبيق الشرع. يعني كيف سيأكل من الهدي كله وهو 63؟ أخذت قطعة من كل واحدة، جعلت في قدر وطبخت، فشرب من مرق 63 وأكل بعضاً منه. فهذا يقال الحيل المشروعة في تطبيق الشريعة. قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. هذه العبارة قبل الأخيرة في حديث جابر. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. هذا طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، أول وقته من بعد منتصف ليلة النحر، ليلة 10، وأفضله بعد رمي جمرة العقبة والذبح، ويكون ذلك في ضحوة من النهار، ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة، ويكره تأخيره بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد، لكن يجزئ. طواف الإفاضة يقال له طواف الزيارة، ويقال له طواف الفرض وطواف الركن. القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد. فإذا طاف القدوم النافلة وسعى سعي الحج، ماذا بقي عليه الآن؟ طواف واحد، وهو طواف الإفاضة ثم الوداع. وأما المتمتع فإنه يطوف ويسعى للعمرة، ثم يطوف ويسعى للحج، فعمله أكثر، ويجب عليه الهدي، ولذلك كان أجره أكبر. ما هو الفرق بين القارن والمفرد؟ في الأعمال لا شيء إلا وجوب الهدي، أما في الأعمال واحدة تماماً. القارن دخلت عمرته في حجه، فصار يكفيه طواف واحد الإفاضة وسعي لحجه وعمرته، والأول طواف القدوم، وبقي طواف الوداع. جاء عن عائشة: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. متفق عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قال جابر: فصلى بمكة الظهر، يعني بعد طواف الإفاضة. جاء في حديث عمر أنه أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. ما هو الجمع بينهما؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فتكون الثانية نافلة له. هذا إذا قلنا طيب ما وهم ولا واحد منهما، وكلا الحديثين صحيح. طيب كيف نجمع إذا ما في طريقة لترجيح أحدهما؟ أن نقول التكرار. قال جابر: فأتى بني عبد المطلب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه.
إذن أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة وكانوا يغرفون بالدلاء، لأن السقاية لبني عبد المطلب، ويصبون في الحياض للحجاج، فقال انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا بالرشاء واغرفوا للناس واستقوا بالدلاء. لولا خوفي، معنى كلامه لولا خوفي أن يراني الناس أسقي فيعتقدون أن ذلك من النسك ويزدحمون على السقاية ويغلبونكم على عملكم لاستقيت معكم. لكن فيه فضيلة العمل في السقاية، وأفضل الصدقة سقي الماء. فناولوه، قوله فناولوه دلوا فشرب منه، فيه استحباب شرب ماء زمزم بعد الطواف. طبعا رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى منى وأقام بها 11، وهو يوم القطر، سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى بعد التطواف في المشاعر، والثاني عشر والثالث عشر وهو الأفضل لمن تأخر. فمن تأخر كم جمرة يرمي، كم حصاة يرمي؟ 70. ومن تعجل كم حصاة يرمي؟ 49. لأن عدد الحصى الذي يرمى في اليوم من أيام التشريق 21 حصى في 3 جمرات. فمن تعجل ومشى في 12 يكون قد رمى 49، ومن تأخر يكون قد رمى 70. وهذا الرمي في الأيام يكون بعد الزوال، كما ثبت ذلك في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي، فلا رمي قبل الزوال إلا يوم العاشر. يوم العاشر رميه في الصباح، يوم 11 و12 و13 الرمي بعد الزوال. وينبغي على الحجاج اتباع السنة وترك البدعة والالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقتطفات من حديث جابر رضي الله عنه، نكتفي بها، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على الإسلام والإيمان ويميتنا عليه. ونسأله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين، وأن يرزقنا جنات النعيم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.